ايه اللي حصل يا فندم في العماره اللي مجد؟ العقار اللي هو 17 اصل المبنى كان صادر قرار بشانه ازاله الدور وتنكيس بقى العقار، وطبعا الاسم كذا مره يطالب السكان بالاخلاء ومحاضر امتناع عن الاخلاء وهكذا، وحتى اخر لحظه امبارح الساعه 12 كانوا بيتكلموا الناس عشان يخلوا ورفضوا، وبعدين حصل بوادر الانهيار فاستدعوا الاسم الحي، تدخلنا في الوقت المناسب، واثناء التدخل حصل الانهيار، كانت حوالي الساعه 4 صباحا تم اخلاء كل قاطني العقار من خلال البلكونات، لان حصل هبوط جزئي وانهيار جزئي في السلالم والجزء الخلفي، واثناء تعامل عناصر الحمايه المدنيه مع العقار شهامة من المواطن محمود ان هو دخل مع الناس بحمية وخوف، كان عاوز ينقذ واحد من ضمن السكان وطال ان هو يعني عنده اعاقة، فحصل انهيار وحدث خلف الانقاض او تحت الانقاض. مفيش اي فندم انباء عن وجود اصابات اخرى او اي وفاة؟ ده يعني لطف ربنا وستر وعناية الهية من ربنا. ايه اللي هيتم اتخاذه فندم مع الاسر اللي كانوا جرد الوقت اللي حصل وعمل محاضر في الاسم، وهنشوف احقيه كل اسره من السكن. وبالنسبه لقرارات الازاله القرار ما هو كان طالع يعني الاهالي امتنعت وعمل لهم محاضر وحاجات زي كده، هيتم الازاله يدويا؟ لا، اصبح بقى في قرار جديد ولجنه انشاءات طرقه طلعت وعينت، واللي هتقرره اللجنه هيتنفذ.